نشوف الحكم على سونيا الدهماني أنه جاي ضمن سلسلة المحاكمات، ما هوش حكم معزول على السياق اللي موجود فيه. سبقوه أحكام على إعلاميين وعلى صحفيين وعلى مدونين على معنى لنشم 54، سبقاته بطاقات إيداع في حق الأستاذة سونيا الدهماني. فنحن مانيش سعيدين بالقرار هذايا، نحن نعتبروه هذه انتكاسة جديدة في مسار الانتكاسات اللي قد تصير على الحقوق والحريات في البلاد، لكننا ما كناش متوقعين خلف أنه تصير الإدانة، باعتبار أنه مانيش في سياق الحقيقة متاع ضمانات محاكمة عادلة ومتاع احترام حرية التعبير. الحقيقة قطاع المحاماة هو قطاع مناضل بطبعه، قطاع يحمل مشاغل الحقوق والحريات بطبعه، باعتبار أنه هذا جزء من الدفاع. القاور واحد من المحامين موجودين في وسط المعارك الخاصة بالحقوق والحريات بصفة عامة، عندها ضريبة المسألة هذه، دفاع الكلام إبداء الرأي، والقطاع هذا صار قطاعا مستهدفا من قبل السلطة السياسية. والدليل على هذا الاستهداف أنه لا يتم التتبع فقط، بل التتبع مع عدم احترام الحد الأدنى من الضمانات القانونية في مسألة التتبع والمحاكمة في حق المحامين. تنطلق التضييقات منذ الحضور لدى بحث البداية. في بعض الأحيان تعرضنا إلى تضييقات من قبل حرمان أكثر من محامي من الحضور، في معناها في الأستاذ مهدي زقروبة معناها تم رفض حضور المحامي في الليلة الأولى للاحتفاظ به، تم مرات عديدة معناها إجبار المحامين على الدخول فرادة معناها بشكل فردي، كل متهم وكل شخص باش يتم السماع عليه في لدى وحدة أمنية يدخل منفردا، وهذه صارت في العوينة أكثر من مرة. من بعد نلقاو برشا تضييقات في مستوى احترام الإجراءات سواء كان الخاصة بالمحامين في تتبعهم، مثال ضمانة قضية التحقيق تحولت إلى نقمة اليوم باعتبار استسهال إصدار بطاقات الإيداع في حق المحامين بشكل هذايا، إضافة لأنه كي محصول مع الأستاذ سونيا الدهماني رفض التأخير اللي هو مطلب طبيعي وعادي جدا في جريمة لا تمثل خطر لا على الأمن العام ولا جريمة تلبسية ولا كان عندها نية الفرار، وبالتالي رفض التأخير هذا كنا نعتبره تضييق وضرب لحق الدفاع باعتبار عدم استعدادنا وعدم جهوزيتنا في مستوى إعداد وسائل الدفاع. برشا الحقيقة هو أهم مسألة هي أنه اليوم ولينا نحس رواحنا أنه أمام قضاء دافع قدام ولا ما دفعش، وكأنه الأحكام جاهزة أمامه. منذ صدور مرسوم 54 بين أنه النية متعواضعه هي تقويض الحقوق والحريات وضربها، لأنه ما كانش فما نص تشريعي ينجم يضرب مبدأ التناسب وحرية الرأي بمثل هذه الطريقة. اليوم على كلمة نجم تعدي 10 سنوات سجن. الحقيقة حجم المحاكمات قاعد يكبر، قاعد يزداد، هذا قاعدين ننبه ليه كمحامين نتابع في قضايا الحقوق والحريات. والحقيقة معناها أشعلنا الأضواء الحمراء منذ مدة وقلنا للناس راهو ماشيين في مسار متاع تكريس هذه المحاكمات، وإذا مشى المسار هذايا في خطوات أكثر من هكا راه ما عادش باش نجمو نتراجعوا عليه مهما معناها نظلنا. هيا ناقفوا وقفة واحدة في البداية متاع المحاكمات خير من اللي ترسينا بعد. معناها الناس الكل معرضين، هو اليوم الناس الكل معرضين، أما تولي بشكل معناها جماعي أكثر والعدد يكبر، وتضييق على آخر مربعات، إنهاء آخر مربعات الحريات وحرية التعبير في البلاد. الحقيقة لا، كيما اليوم ما نحسوش بالأمان القضائي أمام المحاكم في عدم المساواة وتتبع ناشطين سياسيين على أرائهم وغير ذلك وتعسف إجرائي في حقهم، كيما نجم ما نحكيوش على أمان سياسي أو انتخابي ونحن في المرحلة هذه. الحقيقة تواتر تتبع المترشحين اللي لاحظوه بشكل كبير برشا أصبح يضع أكثر من نقطة استفهام حول هذا المسار الانتخابي وجديته والحد الأدنى من التنافسية والشفافية اللي تنجم تكون موجودة فيه.